صباح الخير، النهاردة يوم الجمعة وعشان كنت مسقطة خالص، فأول حاجة هعملها هو اني هقرأ سورة الكهف دلوقتي على طول، وبعدين ادخل بقى اني ابدأ اقرأ الورد بتاعي اللي هو 5 صفح بعد كل صلاة عشان عندي عزومة بالليل. انا عامة اغلب الوقت بيكون عندي عزومة كل يوم جمعة مع اهلي، صحابي بقى بنشوف ممكن يوم الخميس او يوم السبت عشان يكون on weekends. بس بقى اللي انا عايزة اتكلم معاكم فيه قبل ما انزل العزومة هو ان انا، بصوا يا جماعة، السوشيال ميديا حاجة مش حقيقية خالص خالص خالص. انا دايما عندي رمضان فيه ذكريات مش حلوة، وبصراحة انا مش مبسوطة وعندي شوية مشاكل الفترة دي، فأتمنى بجد يا رب، يعني ادعولي بجد ان الدنيا الفترة دي تعدي على خير. وحتى عارفين انا في العادي بحب البس وبتاع، وكان نفسي النهاردة اوريكم اوتفيت وكده، بس عارفين لما الواحد يكون اوف جدا جدا لدرجة اللي هو انا مش قادرة البس، مش قادرة احط ميك اب، مش قادرة اعمل اي حاجة، انا لبست اي طقم كده وجاكيت وخلاص، الجو كمان برد شويه، فاللي هو انا كنت جايبه بقى حاجات قفطان وعبايات لرمضان وكده، مش قادره، والظروف اصلا والجو مش مساعد ان انا البس حاجه زي كده. انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ مش بقوله لكم عشان اكئبكم او لو انتي طالعه عشان تضايقينا، لا، انا عايزه اقول لكم ان عادي كلنا بنمر بفتره الواحد بيبقى داون فيها. دايما بكون على امل اللي هو كل حاجة هتعدي ان شاء الله ان شاء الله، وكل حاجة هتكون كويسة. انا حتى عارفين مفيش الانرجي ان انا اعمل حاجة. عايزة اصلا هوريكم، بصوا الحتة دي، شايفين انا كنت فضيتها وكنت عايزة اعمل زي كورنر لديكوريشنز حاجات رمضان، والحاجة اصلا والله بصوا موجودة اهي في الكرتونة، وعشان المفروض اعمل الديكوريشنز، بس برضو نفس القصة مفيش انرجي خالص اني اعمل حاجة. بعدين بقول ان شاء الله هعملها، يعني لسه فاضل ايه 28 يوم باذن الله على رمضان، فهعملها باذن الله باذن الله كده يا رب. لو في اي حد بيمر بفتره صعبه او عنده مشاكل او متضايق او مخنوق او بس حتى اوف مود اللي هو لوحدك وكده، ساعات الواحد بيحس ان هو مخنوق بجد، هو ما حصلش حاجه بس انت مخنوق متضايق زعلان، يا رب اي حد عنده الفتره دي او متضايق الفتره دي كده تعدي على خير، وان شاء الله رمضان يكون حلو لينا كلنا. تعالوا بقى دلوقتي معايا عشان نروح لقرايبي نفطر معاهم باذن الله. بصوا عايزه اوريكم دي قماشتها قطيفه، بابايا جايبها من، هوريكم اسم البيج، مش بيج، هو ويب سايت، مش عارفه شايفينه ولا لا، ارت مود ويب سايت اسمه ارت مود. عايزه اقول لكم بقى عارفين ايه او اسوأ فقره في زينه رمضان؟ ان انا بحتاج ان افضل امشي على كل الفيش عشان اشغلها، وبعد الفجر امشي على كل الفيش عشان اطفيها. بس انت فاكره كده مثلا ايه يا يوسف؟ يلا وريني رقصتك، ابدأي. ماشي استنى، ماشي مش عندي واحدة تانية. طيب اوكي يلا من الاول، يلا استني. واو، اتعلمتي الرقصة دي فين؟ في المدرسة. في المدرسة علموكي؟ في حركات. كمل. واو بعدين تحفة. خلاص ايه كل ده؟ فين الاغاني بقى الحلو؟ ماشي اهو، بدأت اهو جماعة. ده يوسف عامل باي. قول لهم انت عندك كام سنة يا يوسف؟ 9. عنده 9 8 يا يوسف؟ 9. 9 سنين يا جماعة، وهو هيصور معايا دلوقتي الفيديو على اليوتيوب. هنعمل ضربات جزاء، هو عايز يعمل ضربات جزاء. يلا يا يوسف هنبدأ. أنا الأول. طيب ما أنا بصور أهو، أنت واقف كده جون. أوكي ودي الكورة. أي يا يوسف العكس، هنبدل بقى. يلا امسك البريد. يلا حد دلوقتي هشوت. عايز تقول ايه طب للناس؟ مش عايزه اقولها. مفيش حاجه عايز تقولها؟ لا اقول لهم يا جماعه يوسف عنده شانل على اليوتيوب صح؟ اسمها يوسف. اسمها يوسف وعليها صوره سبايدر مان. عليها صوره سبايدر مان؟ اوكي ماشي، قول لهم. طب يوسف خلاص
باي باي. الدنيا مطرت يا ليلى، يلا ناخد الحاجات دي ولا ايه؟ لا الحاجه. طب يا جماعه النهارده احنا تاني يوم، الكادر والمنظر سيء انا عارفه، بس زي ما قلت لكم في اول الفيديو هو اني اوف مود جدا جدا جدا، مش قادره اعمل اي حاجه، مش مبسوطه بجد، يعني حاسه اني داخله على مود اكتئاب. فاصلا كنت حاسه اللي هو انا مش هكمل الرمضان ومش هصور وبتاع، بس قلت بصي اطلعي باي حاجه، اعملي اي فيديو، عشان بس انا وعدت الناس ان انا هعمل فيديوز، وبصراحه اول فيديو نزلته في الرمضان عمل كويس والناس شافته، فحسيت اللي هو ما وقفش في النص. بس فعلا انا مش مبسوطه خالص. عايزه اعديكوا ريكاب ايه اللي حصل من امبارح للنهارده. اللي حصل امبارح هو ان الدنيا مطرت، الدنيا كانت مرعبه طبعا، كلكم عارفين كان يوم الجمعه ده عامل ازاي، مطره رهيبه طول الليل، برق ورعد رهيب، يعني الموضوع كان مخيف جدا. تاني يوم بقى في البيت عندنا تلاجه الميه اتحرقت او حاجه تقريبا من البرق والرعد، في حاجات باظت في الكهرباء او كده ما نعرفش يعني. الحمد لله الحمد لله جت سليمه. وطول اليوم قاعده متضايقه، الحمد لله برضو خلصت الورد اللي عليا النهارده الحمد لله. مفيش حاجه تانية ممكن اقولها لكم غير ان انتوا عايزاكم تدعوا لي ربنا يعدي لي الفتره دي على خير، ويسهلها لي وييسرها لي، وان شاء الله يعني رمضان يكون حلو علينا كلنا. منظر بشع اللي انا طالعه بيه ده، ومش عارفه ازاي هطلع على اليوتيوب بالمنظر ده، بس زي ما بقول لكم قلت احسن من مفيش، وقلت عشان لازم اقفل لكم الفلوج بتاعي النهارده. ان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي اللي هو هيكون بعد بكرة بإذن الله يا رب، ويا رب إن شاء الله يكون أحسن وأحلى، وبإذن الله بإذن الله بكرة يكون أحلى علينا كلنا بإذن الله يا رب. شوفكوا في الفيديو اللي جاي. باي باي.